حياكم الله مشاهدينا الأحبة أينما كنتم، أهلا ومرحبا بكم معنا، نحييكم من العاصمة المصرية القاهرة في إطار تغطيتنا المتواصلة لمشاركة منتخبنا الوطني المرابطون في بطولة كأس أمم إفريقيا مصر 2019. ضيف هذه التغطية لهذا اليوم هو الأستاذ والمدرب القدير محمد شبانة، مدرب نادي الشرطة في الموسم الماضي. أستاذ محمد أهلا ومرحبا بك عبر الرياضية الموريتانية. أنا سعيد جدا أن أنا موجود معاك وفي لقائي في تلفزيون موريتاني، وده شرف ليا أن أنا أكون مدير فني لنادي الشرطة الموريتاني 2018-2019. البداية أستاذ محمد، حدثنا عن تجربتك في الدوري الموريتاني مع نادي الشرطة. أول حاجة أن أنا كنت سعيد أن أنا موجود في بلدي الثاني موريتانيا، وشرف ليا أن أنا أكون أول مدير فني مصري يعمل في موريتانيا. طبعا أنا جيت لقيت نادي الشرطة كان من الأندية قمة الفرق اللي كانت موجودة في موريتانيا، ومن سنوات عديدة كان له باع قوي جدا، وكان له حضور، وكان بيحقق نتائج كويسة جدا، وبيحصل على بطولات كتيرة أكثر من توجب ياسر المرة. ممكن نسبة كبيرة جدا منهم كانوا بيلعبوا في المنتخب، وده مش جديد على نادي الشرطة، لكن من أعوام بسيطة حصلت ظروف خاصة بالنسبة للفريق، كان بيصارع من أجل البقاء في الدوري، ويمكن بقاله كم سنة ظروف الأداء والفكر كان تقدر تقول مش جيد. الفضل اللي يرجع ربنا. طبعا جيت كان معايا جهاز فني، اشتغلت على قلب رجل واحد، عملت برنامج تدريبي على مستوى عالي، وكان لي هدف من خلال لقائي مع رئيسة نادي الشرطة السيدة الفاضلة هندو، وأنا بعتبرها المرأة الحديدية، لأن هي أول سيدة في موريتانيا ترقص نادي. وفي يمكن تعتقد في آسيا كلها بأنها ترقص نادي شرطة، ونادي الشرطة من الأندية اللي طبعا كان ليها قيمة وقامة. فالسيدة الفاضلة هندو بكني لها كل التقدير وكل احترام. تعاقدت مع النادي وبدأت أن أنا أكون مدير فني لنادي الشرطة، والحمد لله حققت نتائج كويسة جدا. في خلال تجربتي مع نادي الشرطة وصلت الفريق من مراكز يصارع من أجل البقاء في الدوري إلى مركز خامس وسادس في دوري الموريتاني هذا العام 2018-2019. نعم أستاذ محمد، بعد نهاية كابتن محمد، بعد نهاية عقدك هل هناك مفاوضات جديدة من نوادي موريتانيا؟ والله في خلال الفترة اللي أنا كنت موجود فيها يمكن حققت النتائج، فأعتقد أن الجمهور الموريتاني اللي أنا بكن له كل التقدير وكل الاحترام، لأنه هو رقم واحد في الفكر وفي الثقافة وفي التشجيع، و بكن له كل تقدير وكل احترام، لانه ساندني كمان الجمهور اني اول مدير فني مصري يعمل في موريتانيا، فده كان شرف ليا ان انا اكون موجود. في بعض عروض بعد نهايه الموسم، ولكن انا بحاول ادرس شيء، وعاوز لما اجي المره الجايه مش مجرد اللي انا حققته ده كان انا بعتبره كبدايه، لكن ان شاء الله انا عايز اعمل حاجه افضل من كده، ان انا حصول على بطوله، والحصول على بطوله محتاج شغل جديد، محتاج ان المدير الفني يجي بجهاز فني كامل، حتى لو كان جهاز فني مصري، وانا يشرفني ان يكون موجود معايا مدرب واخ وصديق كابتن حسين الاتريبي، مدرب كره قدم على اعلى مستوى، وكان ماسك مدير فني منتخب بروندي، فان شاء الله هيكون جهاز فني كامل، وانا جاي للحصول على بطوله، وليس ان انا جاي موظف وكده. اللي انا حققته الفتره اللي فاتت كان نجاح، ولكن قمه نجاحي ان انا احصل على البطوله. جميل جدا. كابتن محمد، طبعا موريتانيا تاهلت للكان لاول مره، اعتقد ان كان بعد 50 سنه، وده صحيح. يحسب رئيس اتحاد كره القدم صحيح. السيد الفاضل احمد يحيى رئيس اتحاد بعد 50 سنه موريتانيا تتاهل والبطوله تحتضنها مصر. كمصري وكمدرب سابق في الدوري الموريتاني، كيف تابعت التاهل وما رايك فيه بعد؟ والله هقول لك على حاجة، لما يكون فريق بقاله فترة طويلة وأكثر من 50 سنة، ده لازم يكون في تخطيط على أعلى مستوى من الاتحادية ومن رئيس اتحاد كرة القدم السيد الفاضل أحمد يحيى، اللي بيكن له كل تقدير وكل احترام، وعنده تطلعات على أعلى مستوى، وكان بيتمنى، والتمني ليس فقط، ولكن بذل مجهود جامد في سبيل أن يحط موريتانيا في مصاف الأندية الكبرى. وإذا كنت بتكلم كمان على المدير الفني مارتينيز، لأنه في خلال 5 سنوات قدر يعمل توليفة على أعلى مستوى، وأتمنى كراجل مصري، وأنا راجل اشتغلت في الدوري الموريتاني وعندي عديد من اللاعبين، والحمد لله الفضل ربنا أني في خلال وجودي في نادي الشرطة قدرت أوصل للمنتخب لاعب كرة قدم على مستوى راقي جدا،
اذا كان نوح وصل لهداف الدوري وعمل 15 هدف ولعيب كره عندي من كان كل موسم بيعمل بالثلاث اربع اهداف، لكن هذا الموسم وصلته انه يكون من الفتنس والشغل والقوه والاراده والعزيمه ووحداتي التدريبيه الخاصه للفراوده، النهارده وصلته انه يكون هداف الدوري ب 15 هدف. صح. مع وجود نجم اخر في المنتخب دلوقتي، وانا جاي مخصوص لان اساند المنتخب من اجل الناس اللي انا اكلت معاهم عيش وملح، قابلوني بكل الحب وبكل التقدير، واشكر جميع الموريتانيين واشكر الجمهور الموريتاني اللي ساندني وقف بجواري في خلال وجودي في نادي الشرطه. عندي لاعب دولي برضو كمان رجعت جوب الحارس مرمى للمنتخب. صحيح. صحيح. وده بالنسبه لي انجاز كمدير فني. ثالث حارس للمنتخب الوطني. حارس المنتخب الوطني جوب. ومن اللعيبه اللي حراس مرمى انا بقول هيكون رقم واحد مستقبلا في مصر. كابتن محمد، دائما نسال عن موريتانيا، وموريتانيا متواجده في مدينه السويس في المجموعه الخامسه الى جانب تونس ومالي وانغولا، رايك بالمجموعه؟ والله المجموعه قويه، وفرق فرقه مالي فرقه قويه جدا، تونس وباع على مستوى راقي جدا. صحيح. اذا اتكلمت عن المجموعه بقول برضو مجموعه من مجموعات الموت، واللي لابد ان يكون عنده ثبات انفعالي، واللي عنده قوه واراده وعزيمه عنده استعداد يقدر يقدم كوره كويسه. انا هقول المنتخب انا شفته قدام عينيا وانا موجود في المنتخب، حسيت انا بكيت من جوايا من الفرحه، حسيت بالفتره اللي كان موجود فيها الكابتن نجم مصر الكابتن حسن شحاته في بطولاته في افريقيا، وانه حقق انجاز واعجاز لمصر بانه ثلاث بطولات حصل عليها، وده كان شرف ليا. شفت كرنفال في 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 موريتانيا، الاطفال بترقص والاناشيد وليله تاهل فرقه توصل لمرحله انك تبقى بطل مجموعه. معلش اقول شابوه لرئيس اتحاد كره القدم والاتحاديه كلها والجهاز الفني والاداري والطبي، اشتغلوا على اعلى مستوى وقدروا يوصلوا بفريق موريتانيا الى المربع الذهبي انك تكون بطل مجموعه. لا انا بقول اتمنى لهم كل التوفيق، وانا كراجل لاعب كره سابق و مدير فني العديد من الانديه واخرهم نادي الشرطه الموريتاني، لا بقول لك ان شاء الله بامر الله يكون الحصان الاسود، وانا متفائل. شفت اللاعبين وشفت الجمهور بيساندهم بكل قوه وبكل اراده وبكل عزيمه. الجميل كمان ان رئيس دوله موريتانيا رئيس الجمهوريه ان شاء الله جاي في خلال يمكن يومين اللي جايين، ويشرفني انه موجوده معايا رئيسة نادي الشرطه الموريتاني السيده الفاضله هندو اللي انا بقول المراه الحديديه. صحيح. مباراه موريتانيا الاولى هي ضد مالي، دائما المباراه الاولى في اي بطوله كيف ستكون الاجواء؟ برافو عليك. اول مباراه بتبقى فيها حمه البدايه، اول حاجه اللي عنده ثقه واللي عنده اصرار واللي عنده عزيمه واللي عنده ثبات انفعالي ويقدر يؤدي المباراه بفكر كويس، ويبقى في توازن في عمليه خطوط، ويبقى في تقارب في عمليه الخطوط ان شاء الله بمشيئه الرحمن. ان انا بعتبر ان اول مباراه صعبه للمنتخب، ولكن ما فيش حاجه اسمها مستحيل. لو شباب الناس وعندهم كمان في لعيب عندكم هداف الدوري اسمه هداف الدوري التونسي اسماعيل جاكيتي، من اللعيبه الهدافين اللي على اعلى مستوى، وانا بتمنى له ان شاء الله. ولد شخصيته قويه جدا، عنده اراده عنده عزيمه عنده فكر عنده سرعه بديهه في تسجيل الاهداف، اتمنى انه يكون من احسن الهدافين، وانا بتمنى للمنتخب الموريتاني ان شاء الله ان يكون حصان الاسود. نعم كابتن شبانه، نصيحه للاعبين قبل مباراه موالي، ونصيحه كذلك للجمهور الحاضر والجمهور خلف الشاشات. هقول الاول حاجه للجمهور، انتوا الرقم واحد في الملعب، تشجيعكم الصبر على الفريق، مش عاوزين الاستعجال قد ما يكون الخطوط كلها. المدير الفني بيرسم استراتيجيه معينه في خلال ادائه، هو بيفكر في شيء معين، على اللاعبين انهم ينفذوا كل تعليمات المدير الفني. اعتقد ان مارتينيز مدرب على مستوى راقي جدا، بقاله فيه تواصل اكتر من 5 سنوات، اعتقد كل اللاعبين فهمت ايه الخطوات اللي بيشتغل منها. اذا كان هيلعب بطريقه معينه سواء 4-4-2 او العب باي طريقه، على كل لاعب انه ينفذ تعليمات المدير الفني، لانه هو الاول والاخير مسؤول عن فريق كره القدم، مش فريقه لكن ده منتخب. اتمنى الكل يتكاتف وينسى كل المشاكل اللي بره، ونتمنى دماغ كل لاعب يحقق الهدف من خلاله لاسم زي دوله الجمهوريه الموريتانيه الاسلاميه. شكرا استاذ وكابتن شبانه. سؤال اخير، هذا التاهل برايك ماذا سيعود على الدوري الموريتاني وعلى اسم الجمهوريه الاسلاميه؟ حلو قوي. انا هقول لك جزئيه بسيطه قوي، كل لاعب
يتمنى في منتخب في الانديه يتمنى انه يلعب للمنتخب، وده شرف عظيم لكل لاعب او وسام على صدره ان يحس ان في يوم من الايام النهارده انا لعبت في الدوري، ولكن الهدف مش لعب بس قد ما انا امثل بلدي، وده قميص المنتخب شرف لاي لاعب. واتمنى من كل لاعبين انه يعي جيدا الدرس، ان كل واحد يقاتل من اجل بلده. قد ايه الشعب كان فرحان، قد ايه الشعب كان كرنفال يوم التاهل، ليه ما يكونش عندك القدره والعطاء والاراده والعزيمه انك تطلع كل الطاقه في خلال 90 دقيقه وتوصل فريق منتخب الموريتاني انه يكون حصان اسود، ولو كسب المباراه الاولانيه دي هتديله قوه ودفعه فوق ما تتوقع. انا سعيد لما شفت كرنفالات في الشوارع، الناس اللي عماله بترقص وتغني ومبسوطه، وجمهور الموريتاني اللي جاي من اخر الدنيا انه يشارك ويدير اول مره، ده انجاز واعجاز للمنتخب الموريتاني والقائمين عنه برئيس اتحاد كرة القدم أحمد يحيى، والجهاز الفني مارتينيز والرجالة بتوعه، الجهاز الطبي والإداري. لا كرنفال أتمنى أن يكون يوم جميل جدا يوم الاثنين، وتقدموا أجمل شيء لاسم موريتانيا. أنا في ناس سألتني من اللاعبين المصريين هنا وقال لي كابتن المنتخب الموريتاني إحنا ما كناش، لا أنا قلت لهم لا اتفرجوا على كرنفال هيتعمل أداء بالقوة والإرادة والعزيمة. أنا بقول من خلال تواجدي في الدوري الموريتاني، لا ان شاء الله بمشيئه الرحمن هنتفرج على فريق منظم عنده الاراده عنده العزيمه عنده اصرار انه يمثل شيء لبلده، وده انجاز واعجاز بعد 50 سنة. اما المنتخب الموريتاني لا، يبقى فيه تخطيط فيه دراسه فيه فكر في ناس بتفكر الاسم بلدها. اتمنى لهم التوفيق، واتمنى ان كل الناس تساند المنتخب الموريتاني، واعتقد ان يكون ان شاء الله يكون الحصان الاسود في البطوله ومزيد من التقدم، ونسمع ونشوف ونتفرج على كرنفال في كره القدم لنادي منتخب موريتانيا. كابتن شبانة مدرب نادي الشرطه السابق، شكرا جزيلا على هذه السانحه. انا يشرفني ان انا موجود معاكم في التلفزيون الموريتاني، واتمنى لكم التوفيق واتمنى الفوز، وتقدموا كوره تقول للناس كلها احنا مش جايين زياره، احنا جايين عندنا التحدي عندنا الاراده عندنا العزيمه. اما رئيس الدوله او رئيس اتحاد كره القدم يكون في دعم بكل ثقل الدوله من اجل شيء ده، لا ده طيارة خاصة بتيجي جماهير جاية من كل مكان في موريتانيا، من نوازيب ومن نواقشوت من إطار من أقول من كل موريتانيا ناس جاية عشان تساند المنتخب، وأتمنى لهم التوفيق. شكرا. ولكم جزيل الشكر والتقدير والتوفيق. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام، تغطيتنا متواصلة، هذه تحياتي بشير سيدنا في نهاية هذه اللقاء.